السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي أسئلة رياضيات للصف الثالث متوسط، أسئلة امتحان التمهيدي 2022 اللي امتحنوا بها طلاب التمهيدي مال 22، يعني مال هاي السنة، فراح أحلها غير هذا الفيديو، راح أحلها إن شاء الله بالفيديو اللي يجي، أحلها كلها ستتهن حتى تستفادون من عدها، تعلمون شنو طريقة النمط اللي اجى الخارجي اللي ما يعرف، اجى اول سنة للثالث متوسط فما يعرف شنو طريقة الوزاري. ان شاء الله راح احلها لكم اليوم ان شاء الله. هسه شنو الفيديو مالتنا؟ شلون تقسيم درجات الرياضيات وشلون تبدأ تحل اول مرة. طبعا تقسيم درجات الرياضيات، خلينا نعوف من الأسئلة. عندك ثلاث فصول الرياضيات، ثلاث فصول الرياضيات. الفصل الأول عليه 50 درجة. شوف يعني الفصل الأول نص الدرجة عليه. أنت حتى لو يعني شو أقول لك، ما أقول لك اقرأ بس الفصل الأول، لا خطأ، يعني أقول لك حتى لو ضابط كلش كلش، احتمال ما ضابط، متباينة تطبيقات الجذور، شنو بعد المتباينة المركبة، المهم. فأقول لك يعني مهم ركز لي على الفصل الأول عليه 50 درجة، الفصل الأول، والفصل الثاني والثالث اثنيناتهم بـ50. هسه شوفوا، هسه هذه الأسئلة كل سؤال جايبين من الفصل الأول، كل سؤال الفرع جايبين من الفصل الأول، فركز لي على الفصل الأول كلش مهم ويجيبون من عنده. شوف هسه هذا السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني جايبين التطبيقات أول فرع، السؤال الثالث جايبين المتباينة ثاني فرع، السؤال الرابع جايبين فرع بي المتباينة المتتابعة الحسابية، السؤال الخامس جايبين الجذور بسط الجمل العددية سي، والسؤال السادس جايبين الحدود الخمسة المتتابعة. يعني شو أقول لك، نص الأسئلة مين من الفصل الأول، ركز لي على الفصل الأول، وأنا نزلت لك المواضيع المهمة، وإن شاء الله هم بعد راح أنزل وأكمل المواضيع المهمة بالفصل الأول والوزاريات. هذه يجيبوا لك شلون، يجيبوا لك 6 أسئلة، تترك سؤال، ترك سؤال، مو مثل العربي والإسلامية والإنجليزي ماكو ترك سؤال، لا الرياضيات عندكم ترك سؤال كامل، يجيب لك 6 أسئلة تجاوب على 5 أسئلة، كل سؤال عليه 20 درجة. يعني شنو؟ فرع أي 10، فرع بي 10، فرع أي 10 وفرع بي 10 وإلى آخره. هذا تقسيم الدرجات، خلصنا من عنده. ايش قلت لك؟ قلت لك ركز لي على الفصل الأول. زين، مو معناها ما تقرأ الفصل الثاني والثالث، لا، جايبين ال شو يسموها ال، هذه طريقة التعويض والحذف، أو جايبين التحليل، أو جايبين نوع الجذر باستخدام المميز والقانون العام والحد المفقود، كلها تحفظه. المهم هسه خلصنا من تقسيم الدرجات. أكو بعض المتابعين يقولوا لي ست الفصل الأول مو محذوف. شنو الفصل الأول محذوف؟ يعني معقولة تمتحنون فصلين؟ قصدك الجزء الثاني محذوف، تمتحنون بس الجزء الأول، يعني راح تمتحنون باكر رياضيات وما حد يعرف شنو المواضيع الداخلة وشنو الجزء الأول محذوف ولا الجزء الثاني. شوف حبي، الجزء الثاني محذوف بس الجزء الأول بي، وشنو الجزء الأول بي حذوفات. فقرة أتعلم اللي بعض التعليقات قالوا لي فقرة أتعلم داخلة لو محذوفة، داخلة كل فقرة أتعلم داخلة، اقروها. تجون على اليمن تدرب وحل المسائل الحياتية وتدرب وحل التمرينات، أخذوا بس التمرين الأول، هي الوزارة تركت لكم مو أنا تركته، بس التمرين الأول، فقرة أحل وفقرة هاي أكتب ماكو، فقرة أحل قلت لك بس التمرين الأول، النقطة الأولى اللي هاي فقرة نحكي على هذا التدرب وحل مسائل حياتية، وتدرب اكتب ماكو، وتدرب وحل التمرينات بس المسألة الأولى، يعني بس الفقرة الأولى، أي الباقيات كلها داخل، أقرأ كل شيء يجيبوك، فقرة أتعلم داخلة،
مثل ما قلت لك شلون تجاوب على أسئلة. تجاوب على أسئلة أريدك بالسرة، تجاوب بالسرة، مو مثل الإنجليزي لما قلت لك روح على الإنشاء وخاف تنساه، وروح على هيجي وكذا والتنقيط وما أعرف شنو. لا، هاي الرياضيات يعني ما بي شي مثلا حفظ، كله فهم وهذا فهم وحل، انت تحله بيدك. مثلا السؤال الاول اي رقم، سؤال الاول اي، هذه تحلها قايل لك بطريقة التعويض، حلها وكملت، روح على السؤال الثاني، روح على فرع بي حلها وكملها، روح على السؤال الثاني. يعني شو اقول لك؟ حل بالسرعة بالترتيب حتى لا تنسى لا فرع لا نقطة. يقول لك مثلا هذه حلل اثنين مما يأتي، هذا ان ثلاثة منطيك انت تترك واحدة، ثلاثة منطيك انت تترك واحدة. مثلا السؤال الخامس يقول لك اجب عن فرعين مما يأتي، يعطيك اي وبي سي، انت تترك واحدة تجاوب على اثنين. السؤال السادس اي وبي تجاوب عليه، يعني اي فرع، اي سؤال بفرعين تجاوب عليه، بي ثلاث فروع لا شوفه قدامك. يقول لك اجب عن فرعين اي، يجيك فرع او سؤال يقول لك مثلا ثلاثة او اربعة حلل اثنين، انت تترك واحدة وتحلل اثنين. مثل ما قلت لك جاوب بسرعة، لا تنسى فرع، لا تنسى نقطة، لا تنسى كل شيء. فالسؤال اللي ما عرفت كلش كلش ما عرفت، حاول تحله بطريقة تجربة، تحله لا تعوفه فارغ، حتى لو يعطيك درجتين انعم الله عليهم. فهذه أسئلة التمهيدي، قلت لكم شلون تقسيم الدرجات، تركزوا لي على الفصل الأول وشلون تجاوبون، قلت لكم بسرعة وشن هي المواضيع المحذوفة اللي بالكورس الأول، يعني قصد الجزء الأول كله داخل، الجزء الثاني كتاب الجزء الثاني مداخل، فقرة أتعلم داخله، تدرب وحل التمرينات والمسائل هذه كلها داخله، يعني قصدي بس التمرين الأول. هسه مثلا هسه عندي هذا كتاب رياضيات، هذا تأكد، يعني مثلا هسه هذه تأكد من فهمك، هذا كله داخل، كله داخل. تجي على تدرب وحل التمرينات تاخذ بس النقطة الأولى، هم قالوا بس النقطة الأولى. تجي تاخذ على تدرب وحل مسائل حياتية تاخذ بس النقطة الأولى، بس المسألة الأولى. يعني تجون على فكر تاخذ بس المسألة الأولى، هاي حس عددي واكتب، هاي مداخله كلها مداخله، هذه بس فقرة افكر تاخذ بس المسألة الأولى. إن شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو، وإن شاء الله يا رب الأسئلة باكر تكون سهلة وتجاوبون عليها، وإن شاء الله اليوم ما أعوفكم، راح أنزلكم شي تريدون أنزلكم وتدللون ومن عيوني، ومع السلامة.